ذكرنا حين ورشه كان فيديو جلايوان الفيديو لليوم لا تختار الإيش الغلط صح؟ لا غلط. تحدي هو راح يكون انه انا انت راح تغمض عيونك وانا راح احط مثلا اشي بقلب هيدي. ايوه فانت لازم تحذري شو هي. اذا حذرتيها صح حطيت الشوكولاته عصير. ايوه اذا حذرتيها صح بتاكليها، اذا ما حذرتيها صح انا اللي باكلها. اوكي عرفت التحدي. شو رايك بالفيديو؟ فكره الفيديو حبيتها انه ما في اشي مو طيب. انا حطيته كل شيء بس هيك انت راح تحطي شيء انت نفسك فيه اصلا تاكلي. لازم لا يعني انه انت هيك. اوكي انا بعرف. هون عندنا شيب. عاد انا ابدا. طيب استني قبل ما نبدا الفيديو. ايه بعدين انا ابدا احط الاشياء. وهيك وهاي سكرنا الحين وجدت كم فيديو جديد عنوان فيديو لليوم زي ما وشعتكم. قبل ما ابدا الفيديو تضعون لايك وشير والسبسكرايب جلسنا بشان يوصلكم كل جديد ورسالة تحت بالوصف. بدنا منكم توصلنا هذا الفيديو ألف لايك خلال يوم، وشاركوا الفيديو لصاحباتكم لصديقاتكم لبنات خالاتكم عماتكم. غيرت صاحباتي لصديقاتكم غيرت. يلا نبدأ بالفيديو. يلا يلا غمض عيوني. انت اللي غمض أول. أنا الأول؟ طيب يلا أنا راح غمض فيديو راح غمض عيوني. يلا اه صحيح. وبدك تعطيني مثلا انك انت تعطيني مثلا ثلاث خيارات انك شو حطيتي مثلا لي اللي انت مثلا حطيتي جبني بتقولي لي هل هي عصير جبني او كيف. ليش ما قلتي لي شو حطيت؟ ايش عادي عادي طب شفتها. طيب هلا عادي مو ضروري هلا تحطي نفسه غيري. يلا واحد اثنين. انا هلا طبعا مسكره عيوني وماني شايفه شيء. اه شايفه يعني حتى اصلا. يلا افتحي. اعطيني ثلاث خيارات عشان احذرها. عصير شوكولاته. جنرلك. او جبنه. جبنه. صح علي انا اللي باكلها. يلا هلا انت غمضي عيونك. يامي يامي ترى انا بحب هيدي الجبنه. طيب هلا انا راح اختار واحط لها لرز. ليش هيدي بعد يا رز؟ شو هي هاي؟ يلا غمض عيونك اوكي؟ غمض عينك لا تطلع ماشي؟ افتح؟ لا استني. يلا هلا فتح عينك. شيبس؟ الحلاوه اللي هي هيدي اللي بتطلع فرقاعات او جرلك؟ اللي بتطلع فرقاعات. شو اللي عرفك؟ لانك ما ادري. لانه شو؟ والله ما عرفت. اعترفي. انت ما اكلتي هاي ما اكلتي. ياكلي يا صاحبي ما اكلتي. يلا بناكلها انا وياك. شوفي سكرات فعم تفتحها بدي اكلها. طيب عشان لا هاتي افتح لك اياها. اجلسي لا توقفي هاتي. انا عشان لا احبها. بعرف يعني هلا اذا وقفتي هلا راح نكمس ونظبط كل شيء بعد ما نخلص الفيديو. اسمعوا اسمعوا الصوت. سامعين الصوت؟ طيب خلاص. اكلت الجبنة عشان لا تقولي ما اكلت. يلا دورك. يلا غمضي عينك. انت غمضية. انا يلا. طبعا اذا انا ما حزرت رز بتاكل الاشي مو انا اوكي؟ خلاص؟ لا يلا اعطيني خيارات. يلا جبنة. عصير شوكولاتة. شايفته؟ لا شيبس. جبنة. اوكي شيبس. انا هوني فكرتها ناقصة وحدة بعد انا عم بعد الجبنة. ايه صح لازم تكوني مغمضه من الاول عشان يمكن انا احط عصير وهي. صح لازم ما افتح لين ما تعطيني الخيارات واختار. طيب يلا هلا يلا غمضي عينك. انا هلا اللي راح احط لك اوكي؟ طبعا انت هلا مو لازم انت تحطي ماشي؟ ما تفتحي عيونك لين ما تقولي شو اللي انا حطيته. يلا يا روز. اخيرنا حلا.
جنرال لك شيبس جنرال لك فتح عينك انت عم تغشى؟ لا والله ما غش. كيف عرفته؟ حظ عن جد صح؟ ايه انا الي نقطتين انت نقطة صح يلا كليها. مين بحب الجنرال لك يا سكران؟ حامض ما بحب حموضته. بدك ملح؟ الى اليوم طول اليوم قاعده عم تاكل انا ما بتحب حموضته. اه اكلت حموضه قول لي شو صار كل ما افتح تشوف موجعنا بعد غرفتك عن عيني عينك قصيده. صحيح رح نسوي لها لروز تغيير نيلوك كامل. انا ما اكلها؟ ايه عادي حطيها بس عادي. يلا هلا انا رح اغمض اوكي؟ يلا يلا 1 2 3 يلا شو افتحي. لا اه لا كيكي على التراميسو شيبس شيبس خسرت معنا. ايه ما اشتري عصير الا انا كنت الصافي الصافي. سكرات شفتوا شو سوت روز؟ والله انك لا 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 غش غش غش. لا منه غش والله غش. هات يلا راح عين غمضه بطن غمضه لا تكوني معصبه. ايه معصبه. يلا 1 2 صبر هدوء تام. ليش انا بكون سريعه انت بتكوني بطيئه؟ لان انا بحط الاشي بشويش يعني مو سريع يعني انت بتستعجليني. لا 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 ما لسه ما فتحت. ها غمضة. عصير شوكولاتة فرقعات مش تحل تراميسو فرقعات وخسرتي معانا سبحان الله. نصيبك. ايه نصيبك. انا دايما افوز الي 3 نقاط. طيب يلا ندوق معاكم. يلا دوقي مع السكرات عشان لا اخسر. شو رايكم بهيك فكره تنوعيه يعني بالفيديوهات؟ بتحبوا نسوي لكم جزء ثاني ثالث بس يعني هيك بتكون لسه متطوره اكثر. ممكن نجيب همبرجر نجيب بيتزا نجيب بروستد. شو رايكم؟ اذا بتحبوا اكتبوا لنا بالتعليقات. ضد الاكل المزيف ضد الاكل الحقيقي. اوه كمان حبيت. يلا اكتبوا لنا بالتعليقات. يلا هلا انت غمضي اوكي؟ انا هلا راح اختار. خيارين. طيب اوكي. ليش انت بطيئة؟ انا هلا صرت بطيئة عم بتعلم منك. اوكي سمعت. سمعت؟ يلا. حلى التيراميسو. شيبس. جبنة. شيبس. فتحة عيني. انا بشك انك انت عم تغشي. والله ما شكيت لانه طلع الصوت مره ثانيه. انا عارف انا اول شيء حطيت ترى على فكره حلى التيراميسو. ولا والله والله بس يمكن المعلقه هي اللي لاني حطيت معلقه كان المفروض تحطي بس هو. ايه شفتوا يا سكرات هيك راز ثاني مره افوز ثالث الرابع. انا بس فزت مره واحده. يلا غمض عيونك. يلا انت كلي وتسلي واشربي ولا على بالك. يلا لسه عم تشربي. يلا يلا اعطيني الخيارات. فرقعات شيبس حل تراميسو. هالمرة أنا اللي راح أفوز. شيبس 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 شيبس. أنا عارفة إنك شو سويت. ثاني مرة أفوز بس راح آكل من هاي يعني مرة ثانية خلاص. شفتي يا سكرات شو روز عم سوت فينا؟ والله هي اللي تغلبت علي. ما توقعت انا تفكرت يعني لاني انا جايب الفكره ف
فتوقعت اني انا راح اتغلب عليها، بس ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله. اخر جولة لك. يلا غمدة، يلا هاي اخر جولة. لا انا بعدين الي جولة لك. اوكي اوكي لحظة لعلك شو بدي احط لك. لحظة 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 يلا لا ما تفتحي. فيرينا شيبس جرنلك جبنة افتح. قولي والله انك ما عرفت. والله ما غشيت ولا فتحت عيوني. لكن شو اللي عرفك؟ خليكي لي هاي. شو اللي عرفك؟ ما بدي اكل. طيب يلا خلاص حطيها. لا لا كلي هاي لك. ما بدي اكلها. خلص لكن حطيها ما تفتحيها. لكن شو اللي عرفك؟ اما وينر. شو يعني اما وينر؟ يعني انا الاولى. انت الاولى. وهيك يا سكرات انا بكون خسرت. ما حطينا حلقة تراميسو. المهم انا هيك بكون انا خسرت وروز هي اللي فازت للاسف. ولازم هدية لإله. ولازم هدية لروز. صحيح تراقبوا الفيديو. هدية روز على السيت. منا راضية الا منا راضية. ما راح اقول لك الهدية مفاجأة راح تكون. تراقبوا هذا الاسبوع راح تصير. قالت لا بابا قالت لا الا ما. خليني كمل لنا الكلام. راح اصور لكم الفيديو تبع 600,000. اوكي يلا مين متحمس للفيديو؟ احنا وصل 700 ولسه ما. خلاص ان شاء الله هذا الاسبوع. وبس هيك الفيديو اليوم. نسى اللايك والشير والسبسكرايب. جيت بسون يوسف جديد. وشاركوا الفيديو. شير يعني شاركوا. اي طيب خليني شاركوا وارسلوا لك كل حدا بتحبه. سلام سلام. انا بدي انتقم منك لانك انت تاخرت كثير على الهديه.